هل صحيح أنك تعرضت إلى محاولة قتل في بلد عربي؟ قديمة في نضالاتك وفي قديمة برشا قديمة في بيروت في الحرب اللبنانية في بيروت ومن أحد التونسيين كمان من وين؟ حاول يقتلك حكاية عام 81 كان عمري أنا صغير كان عمري 24 عام وحتى هو كان عمره 23 عام 24 تعمل السلاح لقتل لمحاولة قتل والله أسمع أنا ما نعرف شكون أحكي لك بس إذا كانت تحكي على الحكاية اللي أنا نعرفها هي بيدها هو كان سيستعمل السلاح متاعي أنا لأنه هو جاء أنا سكنته عندي وأنا كذا وأنا كذا وكو كل فب اغتيالك ما نعرف استعمل سلاحك أنت كان سيستعمل كنت مسلح يعني في الوقت هذا لحماية نفسك راح حتى توا في بيروت الناس كلهم مسلحين في ليبيا الناس كلهم مسلحين في شويك خايفين مسلاح اليمن كلهم مسلحين الأمريكان كلهم مسلحين السويسريين كلهم مسلحين راهو السلاح أنه شعب مسلح أرى فكرة جميلة جدا طبعا شعب مسلح أنا أقول ضم النظام شو السويسريين أنا أقول الإسرائيليين كلهم مسلحين لازم يكون شعب متحضر الفرنساوي يا سيدي الاوروبيين اللي يسكنوا في القرى اسمع الفرنساويين اللي يسكنوا في القرى وفي الارياف وفي الكذا وفي الكذا كلهم مسلحين ويطلب رخص سلاح يعطوه رخص سلاح السلاح شو يعني تاع سايب يعني انت بالعكس راهو يحد من الهمجيه انه هو الردع المتبادل والعيش الحر والتعايش الحر باهي مش لازم ندخلوا فيه الموضوع هذا وكانك أيوة بالضبط وكانك مع تسليح الشعوب لانه موضوع لا 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 لانه موضوع اخر تكلمت عليه الماركسيات وتكلمت عليه فهمت الادبيات الثوريه تكلمت عن هذا الموضوع ذات يوم